التشريعي هم ثمانية كما أعلن سيد المسلم حول المقاومين وعلى المشاركين في المسجد من جهة أبناء هذه المعلمة وهم لا بأس من إعادة ذكر السنيون المقاوم اليوم دوت وهاش المقاوم اليوم علي بن ديار المقاوم المرحوم محمد مقروب المقاوم المرحوم حسن الفقي المقاوم المرحوم سالم بيبي المقاوم سيد الفريجاني المقاوم سيد سعود عدلان والمقاوم سيد يزيد الرحمون انها اسماء شامخه ومتعلقه في ميدان البطوله الوطنيه سجلت بها بالفخر والاعتزاز صفحات مجيده ومنشقه من المعتز ويشبهني باعتزاز النبي حضرات السيدات والسادة الأفاضل أن أذكر هذه الكلمة نيابة عن سيد المرسلين بالعلماء المقاومين والرجل الكبير وأن أستحضر فيها مناقيها وشجاعها هؤلاء الرجال وأستهدفها باسم المقاوم المرحوم داود الرحاج. المسلسل سنة 1930 في الإقليم المصري انضم في حضور 1955 لسقوط جيش الهند في الشمال المغربي برتبة جندي مسلح في مركز بوشور تحت إمارة المقاومين الحسن المزات وعبدون بن داود خاض إطار عدة مواجهات أبان من خلالها عن شجاعة وقوة والمرامداس أهمها هجوم صناع وصاكع وعين زيتو وذاب المطير جزاه الله أحسن الجزاء على جميع أعماله وجميع صديقه وتضحياته في سبيل وطنه وبنفس حالاته وتلقائيته وبرائيه اختار المقاوم المرحوم حسن المرزوقي المزداد سنه 1926 بظهور شهاديه بالالتحاق المذكره بسقوط الحركه الوطنيه حيث شارك بفعاليه الامان المقاومه بظهور والاكتناس وبدا انهار في صفوف جيش تحرير الشمال المملكه بمنطقه بظهور تحركات المقاومه محمد المدعي للناس وكان يلقب بحسن صبوري ساهم بعزمه واقتراره في عدد من المعارك والمواجهات التي جرت بصبور وبرضوان وإيموس الكندر وزوجي اسحاق وبدر الرحم كما شارك في تنفيذ عدة أعمال دالية أخرى ومنها هجوم في سهل أحياء إسقاط وإحرار ضيعة محمد ومع الكل يشهد المقرر بوطنيته الصادقة وإيمانه القوي وإخلاصه للمقدسة الدينية والثوابت الوطنية ومن الأسماء التي وجهت المستقبل بعزيمة المناضلين وصف المؤمنين المقاوم المرحوم ميل بن سالم المزداد سنة 1933 بمولاية زهور خرج سنة 1953 في المنظمة السرية للمقاومة والفلاح المالية مولاية زهور تحت مسؤولية المقاوم محمد بن علي بن ناصر عهد للمقاوم المرحوم بالعمل على توفير قطع الاسلحه لاعضاء القزيم التي كانت تتشكل من المقاومين الحسن العلوي الزهوري والرئيس المرزوقي والرئيس الجيش وابن عمار ومن اهم العمليات التي شارك فيها تصفيه احد المتعاونين مع القوات الاستعماريه كما شارك في المظاهره التي شهدتها مدينه كويتي زهور يوم عيد الاضحى سنه 1955 للتنديد بسياسة الاستعمارية ومخططاتها أجمعت شهادات رفاقه بكفاح مسلم على أنه كان نموذجا للإخلاص والوفاء لوطنه ومليه ومثالا للصدق والالتزام وحسن السلوك في مكان الأحرار كما يشعر بنا كذلك في سياق هذا الحفل التكريمي أن نستحضر أعمال المقاومة المرحوم علي بن هيثم المزداد سنة 1915 بإقليم شتوكا إتباع بدافع القيادة الوطنية وعند انطلاق الشرارة الأولى للمقاومة المسلحة شرط أقدام السلطات الاستعمارية على التطاول على رمز السيادة الوطنية المفروضة السلطان سيد محمد بن يوسف انخرط سنة 1953 في المنظمة السرية للإنفاق والإنذار ضمن خادم الشهيد محمد الزرطوري وتحت مسؤولية المقاومة الحسين بن علي باز ساهم مساهمة فعالة إلى جانب أعضاء الخادمة بتوفير الدعم المادي لها وتزويدها بقطاع الاسلحه والذخيره وتوزيع المناشير كان مكملا بالتنسيق بين القياده العامه للمنظمه وخلايا الوجود للناس وكذا من خلال عمله الوطني والنضال عن اخلاص ووطنيه صادقه جراء نشاطه الوطني القي عليه قبل وقضى سنه سجنا في ظروف قاسيه
فقد كان أهوالا من التأديب نفسي وجسدي، وقد رأيت أن حريفا عنك مناص صموده وثباته أهل مبادئه الوطنية واستماتته بالمفاهم والإحساس الوطني والتوليتي. من قول آخر نسعد باسمه كذلك اليوم، إنه المقرر المرحوم محمد بكر المزداد سنة 1927 بداية الدين في قبل الكويسات، ضمن صفوفه إلى المنظمة السرية للمقاومة والتحرير التي كان مقررها لمدينة الكويسات، وعمل تحت حمايه المقاومة محمد بكر، شارك فيه عدة أعمال جهادية ساعدت مصالح المعمرين الفرنسيين، ومنها إحراق ضيعة الأموال في لاجئين بواد بد، وكذا عمليات أخرى بإحواز الناس قبل ترشح الاستعمارية، وقضى سنتين حبسا لسجن المدى للعباد في ظروف لا إنسانية، قضي بإشادة وتبويع رؤسائه الكفاح الوطني بما أبان عنه من صلابة وشجاعة في الأداء وجنب الوطن. علم آخر من أعلام جيش الشريف التجاوز، إنه المقاوم السيد أحمد الديالي المزدى سنة 1942 مدينة بولبيل، انخرط في الفترة من 1958 إلى 1960 بصفوف جيش تحرير الجنوب المغربي، وعمل برتبة رئيس مالية بالمقاطعة العاشرة تحت إمارة المقاوم محمد بن مختار الأنصاري. خاض نظام عدة معارك وهجومات ضد الائتلاف الإسباني، نذكر من بينها مع الكتيب مروان الكزيز أدى فيها البلاء الحسن، وحقيقة فيها أطال الله في حضره وتمده بالصحة والعافية بإشادة من استماتته وإصراره على مواجهة المحتل المجهد. كما يشرف لنا الصحيح بهذه المناسبة المجيدة مناقب المقاوم السيد سعود أهلال المجدى سنة 1940 للتوقيت، صعقت الفترة من 1956 إلى 1960 بصفوف جيش تحرير الجنوب المغربي برتبة جندي مسلح في مركز القيادة المهندة البرميل تحت عمارة المقاوم بن سحات. شارك في عدد من المعارك ضد المستعمر الاجنبي، ومنها معركتين ام العشار في الصحراء المغربيه ومعركه تولش في المعمر. جاز الله قرارنا خير الجزاء على ما قدمه من اعمال صالحه لبناء الدين والوطن والعرش. واختم مع شرف حضور كريم هذه اللقاء العظيمه بطيب الوفاء والاكبار والبخور في رجالات ورموز هذا الوطن باستحضار اختار جمال المقرص يزيد الرحمي المزداد سنة 1936 بظهور السنسية المزاحمة، خرج في صفوف جيش تحرير الجنوب الوطن، وعامل كجندي مسلح في مركز القيادة بسن المخيم تحت إمارة المقاول محمد بن عباسي، كلف بحراسة مركز القيادة كما شارك في عدد من الهجمات في صوار وسيرة الجنوب. تميز عالمه الوطني أطال الله عمره الشجاعة والإخلال وإكرام الناس وتضحية الإسلامية استقلال الوطن ووحدته. معشر الأمة الكريم، فقد سعدنا بإبراز مقاومتها أحباب المقاومين المتابع الذين قدموا لنا نوع الطقوس والعبارة في التضحية والجهاد، وقد سعينا قدر الإمكان زيادة قليل من كثير وغير من غير ما أنجزوا خدمة لدينهم ووطنهم وملكهم، جزاهم الله خير الجزاء على ما أسلوه من خدمات جملة وعقارات غزيرة وآليات بيضاء وأعمال صالحة. ونضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يشمل الشهداء والمتوفين منهم بالرحمة والمغفرة والرضوان وجنات الخلد، وأن يمد في أعمار الأحياء منهم معبرين لهم عن صادق امتناننا وخالص تقديرنا، وندعو لهم بالصحة والتمكين والعافية وطول العمر ولذويهم وأهلهم وأبنائهم الضرر بالسداد والتوفيق، وأن يجعلهم خير حلف لخير سلف وعند حسن سيدنا الرسول.